في هذه اللعبة المخالفة. كرة تلعبت وترفع في المرمى، جول جول كالاتسيو أوسونو. كالاتسيو أوسونو يفتتح التسجيل بعد مرور 30 دقيقة. بعد مرور 30 دقيقة كالاتسيو أوسونو يسجل الهدف الأول من مخالفة كنت أظنها خطيرة على أنها كانت على مشارف منطقة الجزاء. كالاتسيو أوسونو يسجل الهدف الأول. نشاهد أكرم الهادي سليم.